السلام عليكم اخواني الكرام اخواتي الكريمات، مع دقائق جديده من باقه الايقونات. هاي الالماسه تعتبر اغلى حجر في العالم، اسمها النجم الوردي. لقوها بجنوب افريقيا عام 1999 ميلادي، وتم بيعها قبل سنتين بمبلغ 60 مليون دولار. هاي اللي كانت قيمتها صفر، مجرد قطعه كربون بالقشره الارضيه. شنو اللي خلاها تتحول الى ماده بهذا السعر الباهظ وهذا الجمال؟ الجواب قسوه الظروف. يتكون الألماس من انصهار الكربون بالحمم البركانية على عمق 150 كيلومتر تحت سطح الأرض، ويتعرض لضغط 725 ألف PSI، يعني وزن 50972 كيلوغرام على سنتيمتر مربع لمدة 3 مليارات و300 مليون سنة. يعني تصورها هالشكل، تجيب 1 سنتيمتر مربع من الكربون، درجة حرارته 1000 درجة مئوية، 10 أضعاف درجة الغليان، تخلي فوقها 3 حادلات عملاقة واحدة فوق الثانية، تبقى بكل ثقلها تحدلها السنتيمتر لمدة 3 مليارات و300 مليون سنة بدون توقف لحظة واحدة. بالحقيقة الضغط العالي والظروف القاسية تنتج أثمن الأشياء بالكون. هاي القاعدة مو بس بالمعادن والأحجار، هاي حتى بالإنسان. كلما يكون الفرد أكثر تحمل للضغط والتحديات، كل ما يظهر بمرور الوقت معدن الحقيقي كإنسان سيد لنفسه مو عبد للضغوطات. لو تسألني ماكو ضغط نفسي على الإنسان أشد من ألسنة الناس. شوف الصورة لما القرآن يخاطب النبي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سيد الكائنات، نبي الرحمة، اللي كان صدره يتسع لكل العالم، ومع ذلك كان يتأذى ويتألم من هذا الاستهزاء بالدين والألسن الطويلة، ورب العالمين يقول له خليك وياي وفرغ آلامك بالسجود. والآن إلى أيقونتنا لهذه الحلقة. هذا قبر السيد أبو الحسن الأصفهاني، المرجع الأعلى، قبل 85 سنة. مثل ما تشوفون مدفون بصحن الإمام على يسارك إذا دخلت من باب الساعة. نذكركم التقديم داخل الصحن ممنوع احتراماً لقدسية المكان، لذلك نكمل هنا. السيد أبو الحسن الأصفهاني صادفت أيام مرجعيته مباشرة بعد ثورة العشرين، والإنجليز مجمر قلوبهم من الحوزة والمراجع بسبب الثورة. المهم بذيك الفترة كانت حملات التسقيط للسيد تشتغل بالجملة، وكان من عادة السيد يخصص جزء من وقته ليلاً لكتابة الأجوبة على رسائل وأسئلة مقلديه. لكن المحزن ان السيد كل شوية تطلع له من بين الرسائل وحده ما بيها سؤال، ولكن تجاوز واتهامات باطلة. يروون ان مرجع الطائفة الاعلى كان يجمع الرسائل، وبين فترة واخرى لما تصير كميتها كبيرة يخليها بكيس، ويحمل على شتافة جهل الناس وبساطتها بالتفكير وتصديقها بالاشاعات، ويروح النهر الفرات ويجيب حكي مو زين وذب الشط. فديوم السيد كان بكربلاء للزيارة، واثناء خروجه من الحسين وهو رايح للبيت اللي ساكن بيه، اكو فد اثنين قاعدين بالشارع. واحد منهم قال: هذا الاصفهاني الا اروح اهينه واشبعه ما سبه. يقول مشيت وراه واستلمت سب وشتم من باب الصحان الباب البيت، وهو ساكت ويمشي. ولما نوصل للباب التفت لي وقال: انتظرني لحظه. دخل للبيت وطلع بيده فلوس، اعطاني الفلوس وقال: اسمع وليدي، ممكن تكون محتاج وعباله كان مستمتع بالفلوس، ممكن تكون مشتبه عليك الامور وما تعرف المرجع يريد مصلحتك لو مضرتك، ممكن تختلف وياي وتشوف مواقفي مو صحيحة، وأعذرك بكل هذا وإنت مثل ابني، بس عندي رجاء واحد، إذا تريد تتجاوز اتكلم عني أنا بس واترك حرمي، لا تسب العلويات القاعدات بهذا البيت، لأن ذني بنات رسول الله. مصنع الألماس الحقيقي تشوفه هناك بالنجف، تلقي ناس تتجرع الغيظ مهما ضاقت الصدور، ناس تجسد المعنى الحقيقي لقول الإمام علي، هذا القول اللي هو ثمرة حلقتنا: من صبر على طول الأذى أبان عن صدق التقى. إلى الملتقى.